السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. بعد قمنا بترجمة القطعة الكم اللي هو اليونت، هذا تحدث به عن شخصيات تاريخية اللي هو people past and present، اللي هو الناس في الماضي والحاضر. أول قضية هنا مطلوب من عندنا reading three famous writing. طبعا احنا هذول writers الكتاب قرينا عنهم، ماشي. look a quick link exercise 8G on page 41 بو على المبرين صفحة 40. which one are about، حد تحدث عنهم. ويليام شكسبير، جاء اغاثا كريستي، واحمد شوقي. scan the exercise and complete the notes in the heart، يعني هذا الشارت اللي عندنا نبي نكمله. country البلد، born المولد، early life حياة مبكرة، profession مهنة famous for، اشتهر بي، death حسنة الوفاة بالنسبة لشكسبير، اغاثا كريستي، واحمد شوقي. طبعا ها موجودة بالقطع، نجي نحلها كالآتي. تجي موجودة هنا، هذا الحل مالها. فأول قضية إنه شكسبير كونتري إنجلاند، born 1564 in Stratford upon Avon، early life family grammar school إلى آخره، pathway professional playwright poets. هاي بالنسبة الأول، يعني هذا بالنسبة شكسبير، يعني تبع نسوي هنا 1 2 3 4 5 6. والاخر بالنسبه لاغاثا كريستي واحمد شوقي، يعني كونتري بالنسبه خلينا نقول مثلا احمد شوقي، مثلا احمد شوقي كونتري ايجيبت، بيرن 1868 ان كايرو، ايرلي لايف از فاميلي ريزد فروم جراند ماذر الى اخره. هذه التفصيلات حسب الاسم. شوفونا ديث فاموس بروفيشن، نسيته ديث فاموس بروفيشن ايرلي لايف، وهكذا. هاي نقطة. match the dictionary definition with the words in the bold from the text. قم بمطابقة the dictionary definition، تعريفات القاموس، with the words بالكلمات in the bold اللي موجودة عندك بالقلم الغامق المدني، ماشي، in the text. okay. a فراغ in someone who writes poetry، شخص ما يقوم بكتابة الشعر. if subject فراغ، الموضوع فراغ. there is very little written information about it، هناك معلومات قليلة، written information، معلومات قليلة مكتوبة عن هذا الموضوع. فراغ أي is book that bought by very large number of people، كتاب يشترى أو يباع من قبل اللي يباع لعدد كبير جدا من الناس. if you have فراغ book، لديك كتاب، you have to prepare it and print it for sale، قم بإعداده وطباعته للبيع. a فراغ is play that is has sad ending، هي مسرحية تنتهي نهاية حزينة. فراغ and is when someone writes books، شخص ما يقوم بكتابة الكتب. 7 فراغ A is someone who writes plays، يقوم بكتابة المسرحيات. A فراغ أو blank is play or film that's make you أو شيء ما، أو يعني المسرحية تجعلك تضحك. هذا إني أجي نوزعهن، هذا الحل مالتهن. أوكي، النقطة الواحدة هي point شعر، الثاني الدوكيومنت اللي هي قلة المعلومات أو التوثيق. زين best seller، زين البائع، publish نشر، tragedy اللي هي يعني الدراما، author المؤلف، playwright الكاتب، المسرحي، comedy الكوميديا او اللي نسميها المسرحية الهزلية. بالنسبة للسؤال الثاني خلصنا من عندها، طبعا هاي قطع عن ترجمة لكم اياها فيديو واحدة، انتم مجرد تطلعون هندني وتتابعون وياي زين حتى تعرفون الترجمة. research information on net، يعني البحث في الانترنت عن بعض المعلومات. for someone who lived almost 400 years ago، طبعا تحدث عن شكسبير، يعني الشخص المتوفي قبل 400 سنة. surprising amount، هناك كم غير معروف من المعلومات، مفاجئ عن حياة شكسبير. حقيقة you know more about him live than about almost any other writers of his age، نحن نعلم عنه أكثر من أي يعني كاتب في عصره. sadly، يعني بشكل مؤسف، his story remains undocumented، قصته لا زالت شنو قليلة التوثيق. So the skills using internet. Internet is a huge source، يعني مصدر رئيسي. So go now different steps of site find information، على الموجودات. Search engine، يعني محركات البحث اللي هي جوجل، ياهو. زين تبحث مثلا عن كلمة boiling point، يعني نقطة الانجماد أو نقطة الذوبان مالت الميركوري مالت الزئبق. Some sites اللي هاي مال الموقع البريطاني. Design that you had saved information. اونلاين انسايكلوبيديا، هاي دي يعلمك شلون تستخدم انسايكلوبيديات وتدخل عليها تجمع معلومات. نقطة 2 لو كانت 3 كوشن، انظر للأسئلة الثلاثة. يو سيرش انجن، استخدم محركات البحث.
to find answers للبحث عن إجابات. ماشي. What is Chopin famous? We managed that Chopin. هاي إجابة مالته. Chopin is writing composition piano music. يقوم بمن تأليف الموسيقى البيانو. ماشي. اللي بعده. Then when متى did Jane Austen write Persecution؟ متى كتبه؟ يعني جون أوستن مقطوعته سيرس فير، يعني لازم تبحث عنها بالإنترنت. فهو يقول لك إنه ما دام سألك بوين فتدل 1816 الإجابة، طبعا على أساس إنه أنت بحث عن أسماء بالإنترنت. What is Angola's main export؟ ما الذي تقوم بتصديره أنغولا؟ سيرش انجن فريز، بحث عنه بالمحرك. Angola's main export، تصديرها الرئيسي، صادرات الرئيسية أويل أو دريفيتس. أوكي، مشتقات خلصنا من انجولا. الملاحظة هنا الموجود statistical development search plan، تطوير خطة البحث. يقول لك to make internet search، البحث في الانترنت. ask your yourself question، what is general search topic، شنو الموضوع العام للبحث. شنو معلومات indeed I find it، ما المعلومات اللي علي اكتشفها. what keyword، ما الكلمات المفتاحية والعبارات اللي سوف تساعدني. يعني مثلا تبحث مثلا عن نقول مؤتمر القمة في القاهرة، فانت بتيجي تبحث عن هذه الجمله، تبحث قمه زائد القاهره، الكلمات الاساسيه هاي يسمونها كي ووردز. ثلاثه، وات تايب اوف انترنت سايت، ما نوع من يعني مواقع الانترنت. والانسر يعني هو يقوم بتقديم الاجابه. كويشن هو 1 تو 6، من 1 الى 6. ايدنتيفاي هم بتعريف ان اندرلاين، وضع خطا تحت الكلمات المفتاحيه. اند ذن لوك اب هم بالبحث عنه في معلومات. كومبير انسرز هم بمقارنه الاجابات ات ليست تو ديفرنت سايت، يعني على الاقل في موقعين مختلفين. از انفورميشن ان ذا سيم، وان المعلومات هي متشابهه. سؤال يقول لك وات از ذا افر سمر تمبرتشر ان عمان، ما هي درجه الحراره الاعتياديه في عمان اللي عاصمه الاردن. هاو فار، ما هي بعد المسافه ان سان فروم ذا ايرث، بعد مسافه الارض عن الشمس. وين متى واز انجلش اوثر تشارلز ديكنز بيرن، متى ولد تشارلز ديكنز الكاتب الانجليزي. وماذا برسنتيج، نسبه المياه في هيومن بودي از ووتر، نسبه المياه في الجسم البشري. What is the average rainfall؟ ما هو معدل تساقط المياه in Amazon in May في شهر مايس and December وشهر كانون الأول. What are the main stages؟ ما هي يعني المراحل الأساسية of the life cycle of butterfly، المراحل الرئيسية لحياة الفراشة، دورة حياة الفراشة. ماشي. فمن نجي نبحث عن إجابتها نجدها. Possible answer amount temperature، how far، sun and earth، طبعا هاي الكلمات الرئيسية المفتاحية. Dickens born، طبعا يقول لك ابحث عن الكلمات المفتاحيه، فالكلمات المفتاحيه حتى تبحث عنها. ماشي. عمان، سمر، تمبرتشر، هاو فار، مسافه، سن، شمس، قمر، ديكنز، بيرن، برسنتيج، ووتر، هيومن بودي، امازون، افريج، رين فول، بترفلاي لايف. اوكي. السؤال هو يعني ما هي الكلمات المفتاحيه؟ ايدنتيفاي ذا اندرلاين ان كيورد اند ذن لوك اب ذا انفورميشن، قم بالبحث عن المعلومات يعني الاجابات اللي موجوده. ماشي. بس احنا اهم شيء طلعنا الكلمات المفتاحيه، اذا انت عندك اهم شيء كلمه الكي وورد. الكي وورد المدني يعني السؤال الاساسي، او فار، مسافه، صن، ايرث. ماشي. سمر، تمبرتشر، عمان، يعني باقي الكلمات ممكن تستبدلها، لكن افرج ممكن تستبدلها، لكن سمر اساسي، تمبرتشر درجه حراره من عمان، وهكذا. ريد ذا نوتس، اقرا الملاحظات اباوت تو فيموس بيبل، عن شخصين مهمين. ثري فاكس اباوت ايتش بيرسون، ثلاث حقائق عن كل شخص. Are incorrect. Three facts about each person. ثلاث حقائق هي غير صحيحة. Can you guess؟ لك أن تخمن. Which one؟ ما هي؟ Use the internet to find the correct mistakes. يعني حاول أن تجد هذه المعلومات، قم بتصحيح الخطأ. Underline keyword. قم بمن؟ يعني خطا على الكلمات المفتاحية. Or phrases، العبارات. Or to search for، اللي تبحث عنها. حقيقة يعني هنا يعني احنا بالامتحان ما نقول لك ابحث بالانترنت، بس هي بشكل عام هي عبارة عن يعني طريقة قراءة تخليك تتعلم طريقة التعامل مع النص. يعني الإنجليزي هم بمجال بحثي، شلون تقدر تبحث عن المعلومة باللغة الإنجليزية. فأوكسفورد يعني تبنت بأنه شلون تعطيك طريقة البحث، وشن الأدوات، وشن المصطلحات اللي يستخدمونها باللغة الإنجليزية، اللي هي كلها تدور حول كلمة الكلمات المفتاحية. ماشي. يعني نجي البوسيبل انسرز، سيرش انجن هي محركات البحث. اونلاين انسايكلوبيديا، موسوعات يعني موجوده في الشبكه العنكبوتيه الحيه. هول كويشن سيرش انجن، يعني عندنا نوع من انواع الانسايكلوبيديات اللي هي يعني تعطيك الاجابه السؤال كامل.
نوع السيرش انجن بحث محرك بحث، وعندنا سؤال يعني بحث عن الاسئله الكامله، وايضا اونلاين انسايكلوبيديا سيرش انجن محركات بحث، وايضا اونلاين انسايكلوبيديا سيرش انجن يعني محركات بحث. ماشي زين، هاي بالنسبه للميركوري انا طبعا شرحت لكم اياها بالفيديو السابق، بس ارجعوا لها طابق المعلومات من تسمعونها، حط دفترك وسجل البيانات والترجمه. هسه نجي المن الى الرايتنج البايوغرافيز. البايوغرافيز اللي هي سير ذاتية. Read the biographies of Roger Federer. Answer the question. قم يعني بال يعني بالاجابه. فهذا روجر فيدرر احنا مثل ما شرحنا بالترجمه. اوكي. When did where when متى and where واين was he born. متى واين ولد. الاجابه. اوكي. Born in Poland. Sorry هاي and in the writing biography have in spell without query write in something read a biography of Roger Federer answer the question when did and where he was born. Okay. Born in Poland. Nobel Prize for Physics in 1903. High five طبعا 3A اي 3A 3B. اوكي هاي الاسئله عن مدام كوري، وعندنا ايضا زين الدين زيدان، وهذه عن اللاعب التنس فريدر. ماشي يعني يقول لك وين ديزي واز بيرن، وين ديد هي وين فيرست جراند سكول. Which recompensation did he win in 2004? Who was also won 5 Wimbledon final in row يعني بشكل متعاقب. What is the name of Frederick special subject؟ ما هو اسم يعني موضوعه او مشروعه الخاص. هذا الاجابه مالته. الاسم طبعا هو ولد في بازل سويسلاند 1981. اوكي هذا السؤال اجابه السؤال الاول. When did he win his first grand slam؟ متى ربح اول جائزه اسلام دوليه له؟ In 2003. Which three competition did he win 2004؟ Which three competition وهي المنافسات الثلاثه did he win التي ربحها في عام 2004؟ Australian Open Wimbledon, US Open, Pitt, Sambers. من الإجابات مالهم. Who was also in 5 Wimbledon. من اللي فاز أيضا في 5 يعني مسابقات Wimbledon. Pitt Sambers. What is the name of Frederick's special project. ما هو اسم يعني مشروع خاص. Roger Federer Foundation مؤسسة. Roger Federer. Okay. بالنسبة ل here is some extra information معلومات إضافية about tennis player عن لاعب التنس. Writing correct place. The text. Here is the representative Switzerland in 2000 Olympics games. تم يعني مثلت اللعب الأولمبي سنة 2000. And help this fund the children. يساعد. مساعدة الأطفال المعاقين أو يعني المحتاجين. Who met من التقى روجر فادر من ساوث أفريكا عن بزنس في مجال الأعمال. أوكي هذا القطع ممكن تستفيدون في كتابة الإنشاء عن هذا الموضوع. طبعا الكلمات بدون الغامق الأسود هترك لكم إياها شوفونها وسجلوها اللي هي تملأ الفراغات بها اللي موجودة بالقطعة اللي هي علامة الفراغات حسب الترجمة اللي مترجم لكم تقدرون ترجعون إلها. اوكي. Join two sentences قم بربط جملتين using relative clause بأدوات الربط. هو اللي هي ذات العقل. Which التي أو الذي. Where للمكان. Author can a girl
المؤلف ارثر كانون دويل، وسكوتش دكتور كان دكتورة اسكتلندية. هي روت شارلوك هومز، كتب شارلوك هومز، قصص شارلوك هومز. The film Adams is about life of Mozart. فيلم أماديوس عن حياة الموسيقار موزارت. 28 أوسكار، ربح 8 أو حصل على 8 جوائز أوسكار. ستانفورد وون أوبن. ستانفورد أوبن إيفون. It's a beautiful little town، مدينة صغيرة جميلة. شكسبير was born there. أوكي. كنا نجي نربط ذني، نحاول شو نعرفهم. فأول قضية أرثر إن اسم علم وكتب. هنا ما دام اذا علم وهنا كتب اذا هو الفيلم هذا يتحدث عن الفاعل هو يعني غير عاقل او كيف نروح على وجه ماشي ستانفورد هنا الحكي على المكان فنروح على المحور لما تشوف هنا نولنا او هو والوحدة لين عاقل فاعل عاقل عندنا هنا ايضا يعني هنا غير عاقل وجه هنا ايضا نريد نستخدم هو أربعة. Put biographical information معلوماتك الشخصية عن نص المندلة. Into chronological order. شنو معنى chronological؟ Chronological order معناها ترتيب زمني. هم بتصنيفها. ماشي. يقول لك هو ولد في 1918. أصبح شخصية دولة سياسية في شخصية مشهورة عالمية. حسب هذا الترتيب اللي نحن مترجمينه سابقا هذا الترتيب الزمني من عام 1918 لغاية 2004 Always consider carefully the most appropriate way to organize information in your writing دائما اخذ بنظر الاعتبار انه تكتب بشكل مناسب في تنظيم معلوماتك في الكتابة writing biography عندما تقوم بكتابة السير الشخصية على سبيل المثال use usual follow chronological order عليك بتتبع التسلسل الزمني that is time order use the information about exercise 4 to write a short biography about Mandela يعني approximately حوالي تقريبا 100 words 100 كلمة use related pronoun okay واستخدم يعني يعني ادوات الربط اللي احنا نحتاجها ف هاي students own answer اكتب لي هاي هاي الاجابه مالتك باعتبارها نترجميها شوف الترتيب الزمني للاشياء الافعال استخدام الضمير انا ضمير هي اسماء العلم كانت اللتر ماشي حرف الجار حروف عندنا اوكي استخدام الزمن الماضي الافعال في الزمن الماضي الربط وهكذا writing from research write a biography اكتب يعني سيرة شخصية of famous person لشخص مهم from your academic field اللي يعني في مجال العمل كالأكاديمي of your country من بلادك 150 كلمة طبعا من الأشياء المرشحة بالامتحانات ركز عليه شوف لك شخصية واكتب عنها 150 كلمة يعني حياته ولادته تعليمه دراسته أولاده birth ولادته early life حياته المبكرة كارير مجال عمله what he or she هو او هي most famous ما هو اكثر شيء اشتهر به او شيء اشتهرت بها he or she is doing today ويقوم به الان يعني add extra information معلومات اضافيه اذا تريد ماشي نشوف لكم شخصيه اشتغلوا عليها حسب المعطيات اللي موجوده review مراجعه organize vocabulary عمليه تنظيم الكلمات use word and phrases for website extract on page 41 to complete sentences الكلمات اللي موجودة في صفحة 41 حتى نضيف كامل الجمل The life of philosopher يعني philosopher's career is flawed so there are very few facts about him حياة philosopher's career is
يعني. So there are very few about it. Mallory is famous French frog on his most famous play in Mizzer. Mallory is famous French هو يعني فراغ شخصية من فرنسية مشهورة. One of his most famous play أحد مسرحياته الشهيرة هي ميزر. هاملت is example هي مثال على فراغ. It was in happy ending نهاية نقدر نسميها نهاية غير سعيدة. This book is for Oxford University Press يعني مطبعة جامعة أكسفورد. Vikram said famous Indian هو يعني شخصية هندية مشهورة. Was written many books كتب الكثير من الكتب. Airplane workshop airport bookshop often only sell يعني كتاب المتجر بيع الكتب في المطار عادة ما يبيع فقط. Most popular and widely read books most popular أشهر والانتشار الكتب اللي ذات الانتشار العالمي. John Keats famous British هو يعني شخص بريطاني مشهور. He's most famous poem to autumn مشهور يعني قصيدة الشيء الخريف. I prefer to see أفضل أن أرى فراغ عدة تياتر على المسرح because they make me laugh يعني يجعلني أضحك يعني أضحك. وهاي الإجابة مالتنا. A document playwright tragedy published author bestseller poet وكوميدي ماشي. Copy diagram out write top of vocabulary in the box under the correct ending in new diagram طبعا دني لازم ترتبهن. Keep vocabulary طبعا vocabulary هي المرادفات طبعا هذا اللي نعرف معلومات معلم. Compressor composer مؤلف conductor منفذ director مخرج landscape يعني منظر طبيعي movie film short story قصة قصيرة sculpture نحت computer قانون بورتريت اللي هي لوحة نوفل رواية. سونج رايتر كاتب أغاني ستار نجم أبستراكت ملخص أكتر ممثل معرض فني مؤلف جاز موسيقى جاز أوبرا عرض أوبرالي بيتري شعر بروز معناه يمدح. فهنا أنا كمبوز كوندكت ساين دايركت كمبوز يؤلف كوندكت ينفذ أو يصمم ديزاين يصمم دايركت يخرج بيدير سنتلي يلعب او يمثل ستار او روت روت يكتب سيد يؤدي اوكي وهذا تسلسلهن ديزاين روت دايركت كومبوزيشن ستار بينت بلاي كوندكت. لورد نورمان فاستر فراغ ذا ميلو with deck the highest bridge in the world هذا الاسم طبعا اعلى جسر في العالم. اذا هو مصمم ديزاينر مبين لي شيء. تشارلز ديكنز فراغ من موفلز سوى اثنين يعني كمبوز. الفريد هيتشكوك فراغ ثريلرز ثريلرز معناها يعني نسميها افلام الرعب. هيتشكوك يعني مخرج دايركتد هاي. فيردي ذا ميني فاموس يعني اوبيروس كوندكتور مؤدي كثير من الأفراديات شهيرة. هارسون فورد ادفنتشر موفيز يعني انا اكتر ممثل. فان كوخ سان فلور اند ماني اذر فاموس بيكتشر عباد الشمس والعديد من اللوحات الشهيرة لان هو فنان رسام. سكوت شابلين عازف بيانو. جيري سولتي ذا لندن فيلهارمونيك اوركسترا يعني عازف اوركسترا. وات ار ذا كومنتس comments about ما هو تعليقك about use vocabulary in exercise 2. It is about 10 meters tall made of black metal and steady in steel square بحاول طول 10 أمتار مصنوعة من معدن أسود and stand وتقف in the مركز أو city square في مركز المدينة. اوكي فيجينا يقصد هو هذا تعريف المنحوت أو التمثال. إذن هذا تعريف التنحوت أو التمثال. Okay. It is just a lot of a cycle different. For a lot of cycle different. Color يعني دائرة مختلفة الألوان. Child would have done it. يقوم بمن بعملها الطفل. Painting. لوحة ورسمة.
the lead actor and most of the race is great and special effects were brilliant. The lead actor الممثل الرئيسي was great كان رائعا and special effects والمؤثرات الخاصة were brilliant كانت رائعة. شو يسمونها هذه؟ يسمونها فيلم. طبعا هذه اشبه بالتعريف. شلون السؤال ذا في السابق انه ضيف التعريفات فهذه تعريفات ايضا. It could be stopped until the last stage. Could be stopped until the last page. يعني لا يستطيع ان يتوقف حتى الصفحة الأخيرة. It was so exciting. كانت جدا شنو رائعة. نوفل رواية. واخر شيء الأوبرا اللي يقول لك تواز ال الإيطاليين جميعا في إيطاليا سو ادنات انستاندت كانت في الإيطالية كل شيء ما افتهمت منها من الكلمات but the music was beautiful الكلمات كانت رائعة. إذا شنو الأوبرا هذا كل اللي عندنا إن شاء الله. ترجعوني للترجمة مالتي تبعون وياي بالكتاب وبعدين تجون الحلول لأني الرابط اللي وياها المحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.